معلش مسحها فيا المرة دي، حقك عليها دكتور زويل. حق ايه بس ونيلة ايه؟ ده انا كنت هروح فيها. بعد الشر عنك يا راجل، هي اصلها ست عقلها على كدها يعني. ولما هي عقلها على قدها سايبينها ليه ترازي في خلق الله؟ دي ست طيبة والله. طب انت تعرف الست امال ديت كانت متجوزة لواء كبير جوي في الداخلية، الله يرحمه عاد، من ساعة ما مات صحتها اتدهورت وجالها البتاع ده بعيد عنك اللي اسمه ايوه الزرايبر. زرايبر؟ ايوه اللي بيتوه العقل ده يعني. زهايمر؟ ايوه هو ده. ومن ساعتها وهي سواعي تبقى زي النسمه وعقلها يوزن بلد، وسواعي تانيه تنسى كل اللي حواليها وتطيح فينا كلنا. حلاوتك. وانا اللي متمرمط معاها والله في الشغلانه دي، كل ما اجيب لها شغاله تطلع عينيها يومين ثلاثه والاقي البت تقول جا يا اولاد جا يا اولاد، وتاخد بعضها وتمشي. لما ما بقتش عارف اجيب لها منين تاني. طب هي ملهاش قرايب؟ ليها، بس انت عارف عاد الدنيا ملاهي. ملاهي؟ الو يا صابرين، في ايه؟ اسمع يا رضا، انا بقيت النهارده لوحدي في البيت، ابويا ومراته سافروا البلد عشان يعزوا. انت لازم تجيلي النهارده ونحطهم قدام الامر الواقع. تجيلي حالا يا رضا علشان نخش. اختيارك للتوقيت غريب جدا يا صابرين. لا يا حبيبتي، النهارده بالذات انا مش هقدر احطهم قدام الامر الواقع، لان انا حالتي ما يعلم بها الا ربنا. لا يا حبيبتي، انا قصدي اقول لك يعني اجهاد، يعني اجهاد وخضه. بس خضه بقى ايه، جامده قوي بعيد عنك. يعني ايه يا رضا؟ يعني انت تتخلى عني؟ بقول لك ابويا عايز يطلقني منك ويجوزني للمعفن اللي اسمه سليمان. وبعدين احنا ما بنعملش حاجه غلط، انا مراتك على سنه الله ورسوله. ايوه مراتي طبعا يا حبيبتي، ما قلناش حاجه، بس يعني لسه شفوي. خلاص يبقى تيجي ونخليها تحرير. طب وهي الامتحانات التحريري دي بتيجي فجاه كده؟ مش محتاجة تحضير ومذاكرة، وبعدين أنا محتاجة أخش في المود الأول. أنت مش بتكلمي طور في زريبة، وبعدين افرض أبوكي طب علينا وإحنا يبقى إزاي الحال بقى؟ طيب طيب حاضر يا صابرين، خلاص أنا هتصرف، استنيني أنا هجيلك، ما تناميش. ها كنت متأكدة انك هتيجي. تعال ادخل. انت جايب لي فاكهة؟ تختي تسلم ايده. انت لسه شفتي حاجة؟ يا لهوي، انت كمان جايب بيرة يا رضا؟ لا بس دي بيرة حلال، يعني ما فيهاش كحول. استني ان شاء الله ما تشوفيش وحش يا رب. ايه ده يا رضا، انت بتكلم خالتك؟ ما ترد رد مناسب كده. كتر خيرك، الله يبارك لك. ايه يا رضا مالك؟ مالك يا رضا، انت متوتر ليه كده؟ لا لا انا مش متوتر ولا حاجه، بس يعني بصي يا صابرين، بصراحه انا جاي اقعد معاكي قعده حلوه كده، يعني ندردش، نرغي شوية، نتكلم في مستقبلنا مثلا. لكن حكاية الأمر الواقع اللي انت عايزاها دي، يعني أنا مش مستعد ليها. طب بغض النظر عن عدم استعدادك، هو أنا مش مراتك؟ كورق ومستندات ماليش حقوق عليك ولا ليا؟ كورق ومستندات ليكي. طب إيه بقى؟ إيه؟ والله هو سؤال وجيه، يعني ايه بقى فعلا ده؟ بس يعني انا ما اخبيش عليكي، الموضوع اللي انت بتتكلمي فيه ده يعني
ما يجيش خبط لزق كده. ده هو حلاوته يا رضا ان يجي خبط لزق كده على طول. والله اقول لك على حاجه، قول. انا هدخل الاوضه جوه ثانيه واحده بس وهطلع لك. وليه ثانيه واحده يا حبيبتي؟ ليه مستعجله قوي كده؟ يعني خدي وقتك، احنا لسه العمر كله قدامنا. انت بتهرب يا رضا؟ طب ماشي اصبر، صبرك عليا. يا رب يا رب صبرني يا رب، ده الحرمان وحش قوي. صبريال صبريال، يا رب يا ساتر. هنا ايه ده؟ بابا رضا، انت بتعمل ايه قاعد عندك هنا؟ انا اللي بعمل ايه؟ انت اللي بتعمل ايه هنا؟ وازاي دخلت كده على طول؟ يوه حلم يا ابني حلم، هنضيع كل حلم احنا بقى في الكلام الفارغ ده؟ انا غلطان اني دخلت بالباب وفتحت بالمفتاح؟ المره الجايه اكلفكوا اعدي بالازاز. طب بصراحه بقى بقيت بتيجي في اوقات غريبه قوي يا بابا. عشان الحقك. متردد ليه يا حلالك؟ خش. طب افرض انا سمعت كلامك ودخلت. ايوه. وابوها طب علينا فجأة، اعمل ايه؟ ما يطب ولا يجي. اهلا وسهلا بيه في اي وقت يا اخوي. يا ابني ده حلالك يخبط دماغه في ادخن حيط. خش. البنت بتحبك ما تخسرش بخاطرها كده عيب. بقول لك خش. طب معلش، هو سؤال محرج شويه. قول يا حبيبي قول. اخش اعمل ايه بالظبط؟ يا حبيبي يا ابني، ده نسيت اقول لك صحيح قبل ما اموت. طب اقول له ايه دلوقتي؟ بص انا اقول لك من الذاكره بقى، لان انا ميت من فتره والحاجات دي بتتطور عندكم. هو على ايامنا الست كانت بتساعد في الحاجات دي، فانت خش وهي هتساعدك. بجد يا بابا؟ اه والله. امك اللي عملت كل حاجه. انا عملت حاجه؟ بس اهم حاجه دلع واتدلع. ادلع واتدلع يعني ايه؟ يا لهوي رضا. ايه ده يا اسطى جابر؟ والله العظيم والله العظيم ثلاثة، انا ما لحقتش اعمل اي حاجه. وانت كنت عايز تعمل ايه اكتر من كده يا ابن حليمه؟ سيبه يابا، والنبي يابا، والله ما لحق يعمل حاجه والله. راسه بنت انت، حسابي معاكي بعدين. وحياه امك، ما انت خارج من هنا على رجليك. الحقوني يا ناس، الحقوني يا خالتي. هات انا هموت في ايديك. هات انا يا جابر، هات انا.